خلينا نحن قد ما فينا يا احبابنا نشوف اهل الشرع شو بيقولوا، نتعلم منهم شو بنقول، نشوف اهل الشرع كيف بيتصرفوا، نتعلم منهم كيف بنتصرف. شوفوا الناس هلا ماذا يتبعون في الغالب؟ الكفار. ماذا يفعلون؟ يتبعونهم، عملوا شيء بسموه عيد ميلاد لزقوا فيهم، بيعملوا هلا صاروا شيء بسموه عيد ميلاد. أليس هذا من تتبع عادات غير المسلمين؟ هو غير جائز، حرام. عملوا شيء بسموه عيد الأم، فصاروا يعملوا شيء بسموه عيد الأم. صاروا كل سنة يجوا يصير موسم عيد الأم، يجيبوا فيه حلو، يجيبوا فيه ثياب وهدايا للأم. هذا عمله يعني بعض الناس اللي كانوا عايشين بأوروبا ونحوها، قالوا بهذيك البلاد كانوا من شدة ما عندهم جفاء وما عندهم صلة الأرحام، صاروا عملوا هذا اليوم ليتذكروا أمهم وأبوهم بالسنة مرة، لأنه ما عندهم صلة الرحم. هيك شيء ما عندهم مثل نحن عندنا بالدين، نحن عندنا صلة الرحم، نحن عندنا بر الأم مرة بالسنة، في اليوم بر الأم، بالليل وبالنهار في بر الأم وبر الأب، بالليل وبالنهار. أما هني عملوا هذه الشغلة لأنه هني بعاد عن صلة الرحم وهذا التواصل الذي أمر به في الشرع، فبيبعثوا له أمرار بالبريد وردة مثلا، أو بالبريد باكيت ورد أو شيء فستان. بالسنة مرة. حتى أخبرتني امرأة من أمريكا هناك مسلمة، قالت إذا جاءت الأم أحيانا إلى البنت لتزورها غير المسلمة لا تستقبلها، تقول لها ما طلبت مني موعدا قبل أن تأتي، لا أستقبلك الآن. إلى هذا الحد الجفاء. أما عنا المسلم إذا رأى أمه المسلمة يفرح بها، لو رآها في الطريق يفرح بها، يحملها إلى زيارته لو كان رآها بالأمس، لأنه يعتقد في قلبه أن هذا يحبه الله، هذا الأمر يحبه الله، أفعله لأن الله يحبه فأثاب على ذلك. مرة كان الشيخ عم يدرس في مسجد سموه رمض الضريج، فسموه الفاروق، فظهرنا كان اخوي عم يسوق السيارة، فوجدنا والدتي على الطريق، فقال له الشيخ اركبها في السيارة حتى توصلها إلى البيت، بيتنا قريب من مسجد رمض الضريج، فبيت الشيخ بدنا نجي على أبو حي، بدنا نلف أول مفرع على اليمين، فإجا بده يلف، قال له لا إلى باب البيت أوصلها، مع إنه قريب المسافة، يعني كيف بتقول مثلا بلف هلا وبتنزل بتكدر لها فشقتين توصل، شو قال له؟ قال له لا إلى باب البيت. من باب أي باب؟ حتى يعوده على إكرام الأم، على إكرام الأب، مع إنه سهل عليها وما بتضيع بالمرة إذا نزلت هون ومشيت هالكم خطوة لتوصل إلى البيت، حتى يعلمه على هذا، على الإكرام الكامل إن استطاع. نحن عندنا بر الوالدين مش مرة بالسنة وردة أو تليفون أو إيميل أو رسالة يبعث لي إياها مرة بالسنة يقول لك العام في الخير بهذه المناسبة، بل في الشرع تتبع عادات الكفار التي هي خاصة بهم لا يجوز. وما يجي واحد يشبه لك إياها بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه واحد مرة قال لي هيك، قال لي ما نحن بنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فشو بتجاوب؟ بتقول له مولد النبي صلى الله عليه وسلم شكر، هو شكر لله تعالى على إلغاء هذه النعمة العظيمة، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هدى الله تعالى به هؤلاء الآلاف المؤلفة الملايين من البشر. أما هذا الإنسان اللي أنت بدك تيجي تعمل له عيد ميلاد إن كان أنت أو غيرك، لا يشبه هذا برسول الله، هو مأمون العاقبة، مضمون الخاتمة، هذا الإنسان اللي عم تحتفل فيه ما لا يشبه للرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولد شخص ابنك أو بنتك. أنه في ناس بيعملوها لو متعلمين شرع بيعملوا هاي الشغلة، هذا حرام، تشبه الكفار حرام، اللي بيسموه عيد الميلاد، واللي بيسموه عيد الأم، واللي بيسموه عيد الزواج كمان. هذيك مرة شخص عم بيقول لي بدي أعمل كذا وكذا، قلت له مشان شو؟ قال لأنه نحن اليوم تزوجنا. قلت له منين جايبها؟ تعلم هو جامع. ففي ناس بيصير عندهم غفلة، يقول لك ليش شو في؟ متعلم يعني بيحضر دروس، كيف نحن بنحضر دروس؟ يحضر دروس غفلة، عشرة غير المتعلمين، البعد عن مجالس العلم، كل هذا بجر بالواحد لأمور لا تحمد عاقبتها، أمر البطل ينتبه، يصير يوقع بالمعاصي
منا منتبه، صغائر كبائر احيانا لا ينتبه، احيانا يصير عنده غفله شديده. خلينا نعلم اولادنا، نعلم اهالينا، اهالينا واحبابنا ان نتتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان نتتبع عادات الصالحين، مش عادات الكفار. ابعدوا عن عادات الكفار. احيانا الشخص يدخل في هذه الامور ثم يصل الى ما هو اشد. نعم، كما في عيد العشاء، هذا ايضا ليس من عادات المسلمين، هذا اللي يصيروا يبيعوا فيه احمر ورود حمراء كثير، هذا ليس من عادات المسلمين. انتبهوا لهالشغلات. الواحد يذكر احدكم الاخر، الصغار والكبار، لانه قالوا لي بعض احبابنا يصيروا بيلاقوا تهاني على الايميلات وعلى الصفحات اللي بيفتحوها، عم يهنوا بعضهم بعيد ميلادهم، بيهنوهم بمناسبات ليست من مناسبات المسلمين. هلا صار هذا عيد العشاء ولا بعد؟ فينا نقول عيد العشاء، بس نحن معاوضين نقول اللي بيسموه. فيك تقول عيد الام وعيد الميلاد، فيك تقول، لانه هو العيد معناها الموسم. نحن تعودنا نقول اللي بيسموه اللي بيسموه، بس فيك تقولها بدون اللي بيسموه. عيد الام الاحتفال به حرام. نحن كل يوم عندنا بر الوالدين. اذا فيك كل يوم تكرم الوالدين لله تعالى، المسلمين اكرمهما لله تعالى، لك اجر عظيم عند الله ان اخلصت في النية، مش بس بيوم. فاذا كان كل يوم عم تكرمهم، بيجي عيد الام تكون عم تكرم امك وابوك، ما فارق عندك، يعني بيكون كل يوم عندك اكرام للوالدين.